الفكرة مرة بسيطة، عندك أشخاص بحكم احتكاكهم أي إن كانت العلوم، حتى الطبخ يعتبر علم، عندهم تساؤلات وعندهم أشياء يبغوا يتعلموها نفسهم يتعلموها، كويس؟ حيكون عندنا آلية إن إحنا نفرز أن الناس يشوفوا، نحن هدفنا نبغاهم يتعلموا بس، هذا هدف. الآن هم المفروض يعطونا عبر آلية معينة هم يشوفوا، لأن أنت ممكن تفترض إن هم لا يحتاجوا هذه الحاجة الفلانية، هذا أنت، لكن هم يشوفوا لازم تعرف، كويس؟ فبالتالي يكون عندنا آلية نحن نعرف هم يشوفوا، تمام؟ عرفنا ايش يبغوا، نعطيهم محتوى، بس المحتوى هذا ما نقوم بصناعته، لأنه لا عندنا الكوست، لا عندنا يعني الإمكانية، وفي نفس الوقت كمان في محتوى كثير موجود في الإنترنت، تمام، من ثقافات مختلفة، تمام، فنحن نعطيهم نقول لهم والله بالنسبة مثلا إذا كان هو طبخ أو تقنية أو هندسة أو هذا، هذه هي المعلومات الموجودة، كويس، هذه هي المواقع اللي بتتيح لك إنك تتعلم، هذه هي، إذا كان في بعضهم يقول لك لا أنا أبغى تعليم أكاديمي، هذه هي الجامعات الأكاديمية المفتوحة، سواء الجامعات المفتوحة أو الجامعات المجانية، حتى في جامعات مجانية أو التعليم الحر موجود هذا الشيء، فنقول له هذه هي الأشياء اللي موجودة، وفي نفس الوقت هو لما يوصل يعني عنده رغبة مثلا في مجال معين، حيحصل حواليه ناس عندهم نفس التطلعات، كويس؟ الآن نحن المرحلة الأولى عديناها، إنه نحن عرفنا إيش يبغى، المرحلة الثانية وصلناه للمحتوى، وصلناه للعناوين، كويس؟ تيجي المرحلة الثانية اللي المفروض ما تكون مني، ما تكون مننا، المفروض تكون منهم هم، إن هم يقولوا لنا إيش فهموا، شايف؟ وسطهم في واحد شاطر، وسطهم في واحد فاهم، وسطهم في واحد اسلوب الالقاء حقه كويس، فهمت علي؟ نحن نوفر لهم الادوات بس عشان هم يجوا يقولوا والله مثلا الخلاصه حق المحتوى هذا، تمام، انه مثلا اذا كان حيتكلم الطبخ يقول لك الطريقه الصحيحه في مثلا الاكل الفلانيه انه تكون بالشكل هذا، فهو حيجي يعمل سمرايز للحاجه، هذا السمرايز اللي هو هيعمله هذا حيكون صالح انه يعني يتعمل له ببلش للاشخاص الغير مهتمين، تمام، انا شخص مو مهتم بالطبخ بس هو هيعطيني معلومات عامه، صناعته للمحتوى هذه تعكس انه هو فهم المعلومه، طبعا انا كل العلوم هي علوم، من الطبخ للطب للهندسة للهندسة البرمجيات، هذا كلها في النهاية علوم، تمام، كلها علوم تحتاج ان الواحد يبحث عنها ويلخصها، طبعا هو لما يجي يلخصها طبعا هيلخصها بمفهوم مجتمع، كويس، فبالتالي هيعطيهم، تمام، فاسلوب انه الاسلوب التقليدي انك انت تصنع المحتوى وتعمل كل حاجة وتعرف ايش الصح وايش الغلط وتيجي تقول لهم لا انتوا تحتاجوا هذا الشيء معين، لا يعني انت ما فهمت، انت فهمت علي؟ لا هذا ما عاد سليم، في الزحمة اللي موجودين نحن فيها دحين، زحمة المحتوى، لين ما انت تخلص تسوي المحتوى في اشياء كثيرة تغيرت، فبالتالي افضل حاجة انك تسويها انك تكون خيط رفيع مرة ما بين الأشياء اللي يبغوها والشيء الموجود، كويس؟ ديك الساعة أنت كمان برضو حتعطي مجال للأشخاص اللي هم كان عندهم الفكرة إن هم يعني كان عندهم رغبة إن هم يتعلموا، أصبحوا الآن هم أشخاص بيطلعوا محتوى، تمام؟ فبالتالي لو نيجي نلخص المسألة، حناخد رغبة عندها جمهور، الخطوة الثانية ترشيح محتوى، الخطوة الثالثة صناعة محتوى.
فبالتالي منهم لهم، انت بس اللهم ايش نظمت المسألة. اكثر من كده انا اشوف انه هندخل في مسألة انه المدرسة التقليدية انه لا هذه هي الصح، لا خليهم هم زي ما هم يبغوا، بس انت تعطيهم الشانلز اللي هم يقدروا يتواصلوا بها بس. وشكرا.